انزل على نبيك المرسل. فقال لها عمر: دعي عنك يا فاطمة حماقات النساء، فلم يكن الله ليجمع لكم النبوة والخلافة. فقالت: يا عمر، أما تتقي الله عز وجل تدخل على بيتي وتهجم على داري؟ فأبى اللعين وأن ينصرف. ثم أمر بجعل الحطب حوالي البيت، وانطلق هو بنار وأخذ يصيح: أحرقوا دارها بمن فيها. فنادت فاطمة عليها السلام، فنادت فاطمة عليه، فنادت فاطمة عليها السلام بأعلى صوتها: يا أبتي، فنادت فاطمة عليها السلام بأعلى صوتها: يا أبتي، يا رسول الله، ماذا لقينا بعدك من ابن الخطاب وابن أبي قحافة؟ فلما سمع القوم صوتها وبكاءها انصرفوا باكي، وبقي عمر ومعه قوم. فأدخل قنفذ يده يروم فتح الباب، فأخذت فاطمة عليها السلام بعضادتي الباب تمنعهم من فتحه، وقالت: ناشدتكم الله وبأبي، ناشدتكم الله وبأبي رسول الله صلى الله عليه وآله أن تكفوا عنا وتنصرفوا. فدعا بالنار وأضرمها في الباب، فأخذت النار في خشب الباب، ودخل الدخان البيت، فدفع عمر الباب برجله. فدفع عمر الباب برجله فكسره ودخل مع الأوغاد، وكانت الزهراء خلف الباب تصيح. فألجأها اللعين إلى عضادة الباب وعصرها بين الباب والحائط. وعصرها بين الباب والحائط عصرة شديدة قاسية، حتى كادت روحها أن تخرج. فكسر ضلعا من أضلاعها، ونبت مسمار الباب في صدرها. ونبت مسمار الباب في صدرها فنبع منه الدم. ثم لطم عمر خدها حتى احمرت عينها وانقطع قرطها، وانقطع قرطها وتناثر إلى الأرض، ثم رفسها رفسا،
ثم رفع السيف وهو في غمده فوجأ به جنبها، ورفع السوط فضرب بها ذراعها، ثم ضربها بالسوط على عضدها حتى التوى عليه وصار كالدملج الأسود، ثم جعل يضرب على كتفها، فرآها المغيرة بن شعبة فلطمها لطمة أخرى حتى أدماها، ثم سل خالد بن الوليد سيفا ليضربها به، ثم لكزها قنفذ بنعل السيف، ثم ضربها بالسوط مرة أخرى على ظهرها وجنبها إلى أن أنهكها، ثم رفس عمر بطنها رفسة أخرى حتى سقطت أرضا والنار تسعر وجهها وجسدها، فأسقطت جنين المحسن الشهيد. يا سلام، وصرخت صرخة جعلت أعلى المدينة أسفلها، وصاحت يا أبتاه يا رسول الله، هكذا يصنع بحبيبتك وابنتك؟ آه يا فضة، إليك فخذيني، فقد والله قتل اللعين ما في أحشائي. فخرج أمير المؤمنين عليه السلام من داخل الدار محمر العين حاسرا، حتى ألقى ملاءته عليها وضمها إلى صدره وصاح بفضة: يا فضة مولاتك، فاقبلي منها ما تقبله النساء، فقد جاءها المخاض من الرفسة. ثم وثب علي عليه السلام فأخذ بتلابيب عمر، ثم هزه فصرعه ووجأ أنفه ورقبته وهم بقتله، فذكر قول رسول الله صلى الله عليه وآله وما أوصاه به من الصبر والطاعة، فقال: يا ابن صهاك، والذي أكرم محمدا صلى الله عليه وآله بالنبوة لولا كتاب من الله سبق وعهد عهده إلي رسول الله لعلمت أنك لا تدخل بيتي. فأرسل عمر يستغيث وهو تحت رجلي أمير المؤمنين، فأقبل الناس حتى دخلوا الدار، فرجع قنفذ إلى أبي بكر وهو يتخوف أن يخرج علي عليه السلام بسيفه لما قد عرف من بأسه وشدته، فقال أبو بكر لقنفذ: ارجع، فإن خرج وإلا فاقتحم عليه بيته، فإن امتنع فأضرم عليهم بيتهم النار. فانطلق قنفذ فاقتحم هو وأصحابه بغير إذن، وثار علي عليه السلام إلى سيفه فسبقوه إليه وكاثروه، والتزم هو بأمر رسول الله بالصبر فلم يقاومهم، فألقوا في عنقه حبلا وأخرجوه ملببا بثيابه يجرونه إلى المسجد، فتمالكت الزهراء نفسها وحالت بينهم وبينه وصاحت: والله لا أدعكم تجرون ابن عمي ظلما، ويلكم، ما أسرع ما خنتم الله ورسوله فينا أهل البيت. فاستخرج أمير المؤمنين من منزله مكرها مسحوبا، وانطلقوا به يسوقونه سوقا عنيفا ويقودونه كما يقاد الجمل المخشوش وسط السيوف المشرعة، وهو ساخط القلب هائج الغضب شديد الصبر كاظم الغيظ. فجيء به مرهقا، واجتمع الناس ينظرون، وامتلأت شوارع المدينة من الرجال، وأتبعه سلمان وأبو ذر والمقداد وعمار وبريدة وهم يقولون: ما أسرع ما خنتم رسول الله وأخرجتم الضغائن.